المسجد المتنقل شاحنة قمنا بتعديلها لتصبح صالحة كدار للعبادة. ويمكن القول إن المسجد المتنقل في جاكرتا ليس الأول في هذا الإطار، إذ سبقه مسجد متنقل في مدينة باندونغ أسسه السيد سوبرين. يعتبر هذا الرجل أن على المسلمين تأدية الصلاة تحت أي ظرف وفي أي مكان، ويصعب على البعض التنقل خلال فترات الازدحام للصلاة، لذا تم إطلاق هذه التجربة. عادة ما يأتي العمال للصلاة في المسجد المتنقل، نؤمن لهم سجادات الصلاة، المياه للوضوء، فيؤدون الصلاة ونحن ننتقل بعدها إلى مكان آخر. يتم اختيار مكان التوقف بطلب من بعض السكان أو نتيجة خيار شخصي، وعادة يتم الطلب إلينا المجيء إلى بعض الأحياء في عطلات نهاية الأسبوع. ولركن المسجد المتنقل يجب بذل بعض الجهود تحديدا لتأمين موقف له، على اعتبار أنه يحتاج إلى مكان واسع يمكن أن تركن في مكانه 3 سيارات. يمكن القول إن الازدحامات والانشغالات تمنع البعض من الذهاب إلى المسجد، وأنا شخصيا أستفيد من المسجد المتنقل. هي فكرة عظيمة لأنها تساعد الناس على الصلاة. أحببت المسجد المتنقل لأنه في بعض الأحيان يصعب الوصول إلى المساجد، إذا كان الشخص مستعجلا يمكنه اللجوء إليه وتأدية الصلاة في الوقت الملائم.